المقطع ده مفروض مهم، أي واحدة من الأخوات ترسله لكل البنات وكل الجروبات لأهميته القصوى والخطيرة جدا على الناس. واحدة من البنات اتصلت علي التلفون، لقت واحد من الناس عامل إعلان في الفيس إنه هو شيخة روحانية وإنه بتعالج الناس. بيقول لك يا أخي أديني تلفونك وأديك تلفون زول عالجني وعالج لي زول قبل كده. فالبيت دي اتصلت على البيت، وفي النهاية تواصلت معاه عن طريق الواتساب ما بالتلفون، وصف لها المكان وصفت لها المكان. لما وصلت المكان ودخلت لقيت انه هو راجل، اول حاجه ما بيت ولا شيخ اصلا، هو راجل. فبعد ذاك اعتدى عليها الراجل ده وقال لها لو انت كوربتي وعملت اي حاجه فنحن حنقوم نفضحك، انت جيتينا براكي وانت بائعه هوا. فاستقلاها جنسيا وصورها كمان بصوره بكاميرا خفيه، وبعد ذاك بقى يستفزها واستغلها ويهددها بالحياة دي كل مرة. عشان كده احنا يا جماعة بنقول انه ما تمشي لأي زول ما بتعرفه، ولا ثقة ولا مكان معروف ولا زول عارف، يعني تلقى أسامي وهمية في النت وفيها صور بتاع ناس مهمين، الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلانية الروحانية، وأنا عالجت فلان وتعالجت عن فلان، من حياته ضارة جدا وسبب على خطورة في حياتك، حتى بيجى يستنزفها بالقروش كل مرة يشيل منها قروش. واتصلت بينه ونحن حاولنا ندخل العناصر الأمنية في الموضوع، لكن هي خافت من شدة خوفها منه حتى ما أدتنا حساب الفيس بتاعه ولا رقم التلفون اللي كان بتواصل بها معه. فنحذر البنات وأخواتنا من الحياة زي دي. عندك القرآن، عندك الناس المعروفين في النت ومعروفين في الحقيقة دي ممكن تتعالج عنهم، وفي ناس كتار بيعالجوا عن بعد بالمجان. يعني احنا عندنا ناس عندنا خدمة في المركز بتاع السلامة بتاع الرقية الشرعية والحجامة، خدمة عن طريق الواتساب مجانية، وفي ناس عارفين مكاناتنا ومعنا شيوخ معروفين في الجروبات وفي المشرفين معروفين، صورهم معروفة مقاطعهم معروفة، الناس تتعالج عندهم. والسلام عليكم.